بالنسبة للأسعار، الأسعار باش نكونوا يعني واضحين، الأسعار ملي كنقارنوها مع السنة الماضية وحتى مع المعدل ديال السنوات هذا، كاين بعض التغيرات ولكن هي نفس في نفس يعني لي فورشات. اليوم شنو كاين؟ ملي كنقول لكم كاين العرض ديال 8 المليون والتحصات 6.6 المليون، كاين من الأسعار كلها كاينة. ما يمكنناش نشوفوا غير هذاك اللي كيسوى 5000 درهم ولا اللي كيسوى 6000 درهم، علاش كنمشيو غير لهذاك؟ كاين ديال 800 درهم، كاين ديال 1000 درهم، كاين ديال 1500، كاين ديال 1000، العرض كاين ولي بورس كلهم كاينين. ودونك خصنا نعرفوا اوسي شكون اللي كيعطينا هذه الاخبار ملي كنبقاو نهضروا على الاسعار.